اول راجل يدخل معانا. اهلا يا عزت، اتفضل دكتور عمرو. اهلا اهلا عزت باشا، يا زملكاويه كبيره واحترم. الحمد لله النهارده كسبنا بطوله كره اليد، ربنا كرمنا. الحمد لله ابطال الحمد الصلاه لله. زمالك سنظل اوفياء. الحمد لله في عين العدو. في عين العدو. قول لي بقى، بتخاف من مراتك بجد؟ يعني ايه يخاف من مراته يا دكتور عمرو؟ ما ينفعش يعني راجل يخاف من مراته، يحترم مراته. ايوه اوكي، لكن هو ممكن يخبي عليها حاجه، انه يخاف يحصل مشكله فتعمل خناقه في البيت. يخاف يحصل مشكله يعني يراعيها، مش عايز يخاف على مشاعرها. لا يكذب عليها عشان يعني. عشان لو ممكن يحصل مشكله، لا هو بالعكس هو المفروض يستحوذ الموضوع ده عشان ما يحصلش مشكله ويتبت يولع وقصاد ولاده. يعني حضرتك ما بتخافش من مراتك؟ لا ما فيش راجل بيخاف من مراته. غريبة. يعني انت بتخاف يعني انت بص انت بتخاف من ثلاثة. حضرتك بتفتح الثلاجة بالليل وانت راجع؟ ده انا الثلاجة دي حبيبتي. ومراتك عادي ما بتزعقش؟ لا تزعق، لا تقول لي دي ثلاجتي. ده انت قوي. طب بتيجي متأخر؟ باجي مفيش مشكلة، باجي وقت ما اجي. لا ما بتبقاش خايف وانت راجع متأخر؟ بتيجي الساعة كام؟ لا ليه يعني؟ لا يعني على حسب، يعني ممكن اجي 11، ممكن اجي 12، ممكن ما اخرجش خالص. لا يعني الحد الاقصى كام؟ الحد الاقصى على حسب، ديبيندز انا فين؟ ما ممكن اكون في سهره رجالي. بس لما حضرتك بتبقى متاخر شويه مش بتبقى خايف وانت راجع؟ لا بجد؟ لا بتبقى عارفه. مراتي الحقيقه اوبن مايند يعني. طيب ماشي جايز. يعني في حاجات نادره. لا الحمد لله. شكرا ليك، شكرا ليك يا فندم.